السلام عليكم للشيخ فان دو لاباج فيسبوك لا شين يوتيوب اون بوز غوماند افيك اسما. نتمنى يا رب انكم تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله نجيكم بوصفة واحدة من الوصفات اللي سبق ودرتها لكم فيديو، وكان في اول يعني واحد من اول الوصفات اللي كنت درتهم من قبل وكانت غير واضحة، حبيت نعاودها معكم. اولا نستعرض لكم المقادير اللي هي عبارة عن 250 غرام من الزبدة، 60 غرام من البندق ولا اللوز ولا الكاوكاو، المهم مكسرات محمص ومرحي. عندي 80 غرام من البيض، نتمنى انكم تقيدوا بالمقادير، يعني تاخذوا حبتين تاع البيض تخفقوهم مع بعض، من بعد توزنوا 80 غرام منهم. عندي 150 غرام من السكر المسحوق، عندي فانيلا وعندي خميرة الحلويات مع الفرينة. اولا كيما شفتوا معايا خديت 250 غرام من الزبده ولا من لا مارغارين، حطيتها في لا كوف دو بيتر. من بعد ضفت عليها مباشره 150 غرام من السكر المسحوق، اللي دائما تاكدوا انه جوزناه في الصفايه ولا في الغربال لتفادي هذوك التكتلات اللي يتشكلوا في السكر المسحوق. من بعد نخفقوهم مع بعض، وفي حاله ماشي متوفر عندكم العجان ولا لو بيتران تقدروا تستعملوا لو باتور ولا تستعملوا يديكم، ما كاش حرج. المهم انكم تخدموا هذيك الزبده ولا لا مارغارين اللي كانت متوفر عندكم مع السكر المسحوق حتى تحصلوا على كريمه بلون ابيض، يعني تطلع لكم بيان والداخل مع بعض. من بعد نضيف لها هذاك 60 غرام تاع البندق، يعني الوصفه الاصليه هي باستعمال البندق 60 غرام من البندق. في حاله ما عندكمش البندق كما قلت لكم استعملوا اللوز، تقدروا تستعملوا الكاوكاو، لكن صدقوني هذه الوصفه وصفه رائعه. انا يعني بيرسونالمون ما نعوضهاش، صحيح فيها شويه مقادير اكثر من الوصفات الأخرى، لكن هذه الوصفة خرجت لكم 36 فون دو تارت، يعني 36 فون دو تارت بهذه المقادير القليلة. لازم تجربوها، في عدة أخوات من قبل جربوها ويعرفوا بنتها، وعلى بالي حين يفهموا واش راني نوصف لكم. كيما شفتوا من بعد ما ضفت هذاك اللوز ولا البندق ضربته شويه مع الزبده والسكر المسحوق، من بعد ضفت عليه البيض كيما قلت لكم 80 غرام تاع البيض. نتمنى انكم تقيدوا بالوصفه 80 غرام، خديت حبتين من البيض ضربتهم مع بعض، من بعد وزنت منهم 80 غرام، يعني ما ديروا زوج حبات هكذا برك، وزنوهم من فضلكم. من بعد ضفت عليهم 400 غرام من الفارينة مع رشة برك تاع الخميرة الحلويات. ما نسحقوش الخميرة الحلويات، هي في الأصل الوصفة الأصلية عفوا ما فيش خميرة الحلويات، لكن أنا نفضل أني نضيف الرشة هذيك لأنها تزيد لنا خفة للعجينة تاعنا، ما راحش تخليها تخمل لكن راح تجينا شوية خفيفة، ونخدموها مع بعض حتى نتحصلوا على العجينة. كما راحين تشوفوا معايا الآن في الفيديو العجينة تاعي تكون تتلاصق وتكون جارية، في هذه المرحلة ما تقدروش تخدموا بها، لازم تحطوا العجينة تاعكم ترتاح في الثلاجة لمدة لا تقل على زود سوايع. نقولها ونعاودها، خلوها تريح لمدة زود سوايع إلى ليلة كاملة. أنا نحب نديرها في الليل، من بعد من غداك صباح نخدمها. ولا ما خليتوهاش تريح ما حيش تقدروا تخدموا بها. كيما راكم تشوفوا معايا العجينه فريمون تلاصق، وراحين تقولوا هاد العجينه اي ليكيد ولي فريمون تري كولونت، ما حيش نقدروا نخدموا بها. لكن بعد ما تبرد وهذيك الزبده تعاود تشد روحها وتعاود تجمد، راح تجيكم عجينه هايله ورائعه وسهله في الخدمه. انا كيما راكم تشوفوا حطيت الكميه العجينه اللي تحصلت عليها في قطعه من لو بابي فيلم، نديرها تريح في الثلاجة مدة لا تقل على زوج سوايع إلى ليلة كاملة، دو بريفيرونس ديروها ليلة كاملة. من بعد تجبدوها ربع ساعة قبل ما تبداو تخدموا بها حتى تعاود طرا لكم شوية وتجيكم عملية الخدمة سهلة. أنا في هذه المرحلة كما قلت لكم خليت درتها في الليل، من غداك صباح جبدتها وراني نخدم فيها، جبتها لمدة ربع ساعة من قبل من الثلاجة حتى تعاود طرا لي شوية برك، يعني تسهل عليا الخدمة، ونبدا نخدم ونبدا يعني جو فونس مي فون دو تارت بهذه الطريقه. نديرو كميه قليله ما نكتروش بزاف لا فارين فوق لو بلان دو ترافاي، من بعد نبدا ونحلو في لاباط و اون فونس لي فون دو تارت.
ودائما قبل ما تبداو العملية حطوا الفرن تاعكم ولا شعلوا الفرن تاعكم يسخن على درجة 180 درجة مئوية. هو راهو يسخن وانتم راكو تخدموا الوقت اللي يعني تكملوا الخدمة تاعكم، الفرن تاعكم يكون لحق الدرجة اللي حبيناها. انا كيما راكو تشوفوا معايا بهذه الطريقة، نروح بالعقل بالعقل برك لابات، من يعني دو بريفيرونس ما تضيفوش بزاف لافارين، ضيفوا لافارين قسمة برك تجيكم سهلة في الخدمة، وقعدوا تحلوا فيها بهذه العملية. وراح نعطيكم اون استوس كيفاش لي فون دو تارت تاعكم ما حينش يحبطوا. تبعوا معايا لا فيديو، رايحين تشوفوها ورايحين تفهموها، ونأكد لكم جربوا هذه الوصفة والله ما حين تندموا. كيما قلت لكم صح فيها شوية لوز ولا فيها شوية بندق، ولا حتى تقدروا تستعملوا الكاوكاو اللي ماشي متوفر عندها اللوز، حتى ولو هي كمية صغيرة 60 غرام برك، لكن النتيجة والكمية رايحين تحصلوا عليها نتيجة رائعة رائعة. كما راكو تشوفوا انا اي فوالا، يعني بديت جو فونس مي فون دو تارت بهذه الطريقه. كل واحد له طريقته، انا نحب نحل لاباط كامل على ضربه، من بعد نبدا جو فونس مي فون دو تارت وحده بوحده. والعجينه اللي تقعد لي نعاود نديرها على شكل كويره، نديرها في قطع صغيره من لو بابي فيلم ونحطها تريح في الثلاجه. من بعد مع الاخر كاع نجمع كامل هذوك العجينات اللي قعدوا ونعاود نخدم بهم بهذه الطريقه. كما شفتوا ناخذ العجينه، نتاكد اني يعني عبصت شويه على هذوك لي بور باش حتى يلصقوا لنا ونخرجوا كاع هذاك الهواء للداخل، ونكمل بهذه الطريقه حتى نعمر السنيوه تاعي تماما. يعني خليكم تشوفوا الطريقه ولا تبعوا طريقتي، وكل واحد راهو طريق عنده طريقته. يعني نكمل بهذه الطريقه حتى نعمر السنيوه. بعد ما نعمر السنيوه راحين تشوفوا معايا كيفاش ندير لي فون دو تارت تاعي باش ما يحبطوش. نحكم لي فون دو تارت كيما راكم تشوفوا باستعمال اصبعين، كانه رانا نقرصو في هذاك القاع ولا في هذاك يعني لو بور التحتاني. يعني كل اللي راكم تقرصو في قنيلات ولا يعني عمليه قرص باستعمال صبعتيكم في هذوك لي بور ساير داير حتى تحصلوا على هذا الشكل. صدقوني يعني هذه المرحله راح دير لكم فرق كبير في لي فون دو تارت. يعني فون دو تارت سوا سالي سوا سكري، جربوا هاد لاستيوس وتشوفوا بانه امبوسيبل لو فون دو تارت تاعكم يحبطوا. حتى هاد الوصفه وصفه مضمونه، ديروها على ضمانتي، لكن تقيدوا بالمقادير وتقيدوا بالوقت الراحه. لازم تريح لاباط تاعكم. من بعد يعني جو لابيك بهذه الطريقه باستعمال اون فورشات، ونديرها في الفرن اللي قلت لكم راهو مسخن على درجه 180 درجه. نديروها طيب، وهي طيب يعني ساعات لي فون دو تارت تاعنا حين تشوفوهم تنفخوا، يعني حين يتنفخوا لكم يعني القاع تاعهم يتنفخ يطلع شويه. اذا شتوهم في حاله شتوهم تنفخوا، عاودوا حلوا الفرن تاعكم وهما لداخل راهم يطيبوا، وحكموا اون فورشات بهذه الطريقه وعاودوا تقبوهم. يعني ما تخافوش حتى ولو مازال ما طابوش، لو فات لي شتوهم تنفخوا عاودوا تقبوهم باش يعاود هذاك الهواء يخرج ولاباط تاعكم تعاود تحبط. ويعني كي تنفخوا لكم حين يطيبوا في ليكوتي وما يطيبوا لكمش في القاع، والقاع تاعكم يقعد خضر. انا هنا من بعد ما جبتهم خليتهم بردو، من بعد بديت نحيهم مليمول تاعي بالعقل بالعقل حتى نحيتهم كامل. وحبيت نعطي لكم تدبيره صغيره بما انه درت هاد لا فيديو. كيما راكم تشوفوا انا من بعد ما نكمل بلي فون دو تاغ نغسلهم كامل ونحطهم في هذه الطريقه في السنيوه تاعي، ونعاود نرجعهم للفرن مشعول على اقصى درجه يسخنوا لمده 5 دقائق، ومن بعد نخليهم يبردوا تماما في الفرن. هذه الطريقه راح تخلي لي فون دو تارت تاعكم ولا يعني لي مول تاعكم يقعدوا جدد وما يتصددوا لكم. فوالا يعني هام ليك لي فون دو تارت، هاي ليك النتيجه، شكل ولا اروع. شدوا لا فورم تاعهم، وانا نحتفظ بهم في هذه العلبه لمده شهر. صدقوني نعم لمده شهر. وانا نقول لكم السلام عليكم، الى الوصفه القادمه.